ظاهر من خلال طبعا لقائه مع زميلنا امير هشام. بشكرك طبعا امير، تحدث عن مباراه الغد وتفاؤله بشكل كبير في هذه المباراه وثقته الكبيره باللاعبين والجهاز الفني. دائما دائما وقت الشدائد او وقت الصعوبات معدن اللاعبين ومعدن فريق النادي الاهلي بيبان، فاكيد كل التوفيق. واكيد مهندس محمود طارق برضه هو بيتكلم، والحته التحفيزيه دي كانت مهمه جدا، وتواجده مع الفريق في التوقيت ده مهم جدا للاعبين. ايضا اتكلم مهندس محمود طاهر عن بعض الامور الخاصه طبعا باللائحه الخاصه او لائحه النظام الاساسي واللجنه الاولمبيه والصدام اللي كان موجود وحتى الان قائم. ولكن طبعا همنا الاول والاخير هو بكره بامر الله تكون نتيجه جيده تفرحنا كلنا كاهلاويه، كل الاهلاويه يبقوا سعداء برجوع فرقتهم من تونس ببطاقة التأهل إن شاء الله للدور قبل النهائي. كلام بقى عن المباراة مستمرين فيه من خلال طبعا استاد الأهلي مع كابتن ياسر أيان نجم مصر ونجم النادي الأهلي. برحب بيك كابتن ياسر. كابتن فاروق منور. معلش طبعا المهندس محمود طاهر كان موجود معانا على الهواء من تونس، فبالتالي كان لازم طبعا ناخد كلامه لأن هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طبعاً. وتواجده في التوقيت ده هناك كابتن برضه رأي حضرتك فيه إنه حافز مهم جدا للاعبين. مفيش شك طبعا وجود المهندس محمود طاهر كرئيس بعثة أو فرد من أفراد بعثة النادي الاهلي ده حاجه برضو، ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي ده حاجه كبيره، وده حافز كبير قوي واللعيبه بتحس بيه طبعا مفيش شك، واحنا مرنا بيها وشفناها قبل كده واحنا موجودين، بيبقى فيها روح معنويه قوي للعيبه وللجهاز الفني ولممارسه النادي يبقى موجود معاك ورئيس مجلس الاداره موجود معاك، ده حاجه بتبقى كويسه طبعاً. وبتبقى فيها نوع من الحافز المعنوي والمادي وكل حاجه يعني. يعني بيبقى وراها اهداف كتير قوي وجوده في البعثه. طبعا. طيب خلينا كابتن بقى نتكلم عن مباراه الغد، ويمكن حضرتك نجم كبير وذكرياتك موجوده في المواقف الصعبه كابتن ياسر، وانت واحد كنت من الكباتن. يمكن لما انا طلعنا الفريق الاول كان دايما الكلام مع بعض وكلام مع اللعيبه الكبار ومع بعضهم، اوقات المواقف الصعبه دي بيبقى مهم جدا يا كابتن ياسر. مفيش شك، وانت برضه زي ما اتكلمت يا كابتن فاروق وجود زي ما احنا بنقول جيل بيسلم جيل، ومفيش حاجه بتتغير في النادي الاهلي. اللي بتتغير الاشخاص بس. صحيح. لكن الكيان موجود، اللعيبه موجوده، والكلام بيبقى واحد. والهدف بتاعنا واحد. هدفنا اللي احنا بيبقى في مواقف زي اللي احنا بتقابلنا دي وارده في كره القدم. صحيح. وارده مع الفرق اللي هي فرق البطولات منها النادي الاهلي. انت موقف زي ده هتلاقي اللعيبه الكبيره، واكيد طبعا ما فيش شك سواء الجهاز الفني مع اللعيبه واللعيبه مع بعض والمراكز اللي هي هتلعب المباراه تلاقي كلهم برضو قاعدين مع بعض، هتلاقي في تعاون كبير جدا وحاسين باهميه المباراه. لكن اللي حضرتك اتفضلت واتكلمت فيه اللي فيه اعداد لازم يبقى فيه اعداد طبعا ما فيش شك، خاصه المباراه يعني بتمر مرت يعني مش عايزين. انا بعتبرها بتلعب على شوطين، شوط تلعب هنا في القاهره. صحيح. مفيش شك انت ممكن كنت تلعب هنا في اصلا في هناك وتتعادل ويحصل نتيجه تطلع من هنا. وممكن العكس. فالكره برضه هو النادي الاهلي مش نادي صغير، احنا بنلعب النادي الاهلي بنلعب بره بنلعب جوه بنلعب، احنا اصلا طول حياتنا ما احنا ما عندناش ما زلنا بكره كمان بره كمان بنتفوق بره كابتن. بالظبط. يعني الحمد لله، وخاصه كمان في اماكن بتبقى انت التفاؤل فيها كويس ولها صدى عندنا كويس، فالحاجات دي كلها مسمعه. والعامل النفسي برضو هتلاقيه في صالحنا، وخاصه في البلد دي في تونس بالذات يعني. خاصه احنا قبل كده من هناك صعدنا مره واثنين، وقبل كده خدنا بطولات عربيه مره واثنين. يعني في هناك لنا حاجه كويسه. وهم برضو عاملين حساب النادي الاهلي لما يطلع. انا سمعت تصريح المدير الفني بن زيرت قبل كده، وسمعت تصريح بعض اللعيبه من عندهم، عارفين هم يقول لك احنا النتيجه دي يعني النتيجه دي مش سهله، اللي هي تعادل 2-2، لكن هو عارف النادي الاهلي ممكن في اي وقت هناك في المباراه يدخل في المباراه سهل جدا. وده وارد. صحيح. وعشان كده لعيبه تونس اعتقد او فرقه الترجي هيدخل المباراه اللي هو عايز يجيب هدف، عشان تبقى انت عارف مش عايز السيناريو يتكرر قبل كده اللي اتكرر. فخلي بالك الحاجات دي كلها هتبقى في العامل النفسي اللي هي مع لعيبه النادي الاهلي. صحيح. يمكن مهندس محمود طاهر وهو بيتكلم على الجماهير يا كابتن، وكان سعيد جدا، واحنا كلنا كنا سعداء بالمنظر اللي احنا شفناه قبل السفر يا كابتن. وطبعا مهندس محمود طاهر ايضا على الجمهور اثناء المباراه حتى الدقائق الاخيره مع الفريق لاخر لحظه. الرسائل يعني بالنسبه من جمهورنا للاعبين يا كابتن بتشوفها ازاي؟ لا، ان جمهورنا ده بيوصل رساله على طول. على طول في الجيل ده والجيل اللي قبله واللي بعده، وطول ما هو موجود. وقلت قبل كده طول ما انت واخد بطوله، ودي عظمه ان جمهور النادي الاهلي وقدره. كل طول ما انت بتاخد بطوله وكل ما تعمل انجاز هو مش موجود. هو يجي لك في المواقف اللي هو انت بتقول له
انا عايزك انا كلاعب انا عايزك تبقى موجود معايا الفتره دي وده اللي موجود. النادي الاهلي خدنا دوري الكاس انا اعتقد ان احنا عادي جدا. يقول لك ما احنا طبيعي هناخد البطولات. هتيجي ماتش زي ماتش الترجي اللي احنا تعادلناه طلع الجمهور دخل بشكل نموذج وشكل محترم وطلعنا من الاستاد عادي جدا. الجمهور سقف لعبتنا واسمع اللعيبه برضو تتحسب لهم وده طبيعه الجمهور النادي الاهلي اللي احنا بنشوفه. يجي لك بعد يوم ولا اتنين من البتاع يدخل استاد التشيت للملعب المدرج مليان وبيشجع واحد واحد وبيشجع لاعب وبيشجع ده طبيعي برضو في جمهور النادي الاهلي. فالحاجات دي كلها هو ده الرسائل اللي الجمهور بيعملها والناس اللي سافرت مع البعثه واللي طالعه بيحبوا النادي الاهلي. هتلاقي احنا كلنا هتلاقي مصر كلها قاعده منتظره ان شاء الله اللي يفرحوا. هقول لك على حاجه انت ان شاء الله ربنا يكرم فرقتنا ونعدي المباراه لينا باذن الله. انت هتلاقي مصر كلها بتنزل باعلام الحمراء ان شاء الله. ليه؟ هم حاسين الماتش ده ماتش الفاينل. يعني هو مش هيستنى ان ده النهائي بالنسبه له. صحيح. ليه؟ هو الوقت احنا لازم نعتبر اللي النادي الاهلي احنا في العنق والزجاجه في قلبها. فاحنا عشان نطلع منها هتطلع منها مش بسهوله. لعب الترجي في تونس فرقه كبيره فرقه محترمه طبعا ولها احترامها. بس لازم يعني هم عارفين وده اكيد مش بقول كده. احنا النادي الاهلي وقلتها قبل كده وفي المكان اللي انا قاعد فيه ده قلت لك قبل كده احنا صعب نخسر مباراتين ورا بعض الحمد لله يعني او نطلع من بطولتين ورا بعض صعب. فالحمد لله ما طلعنا من البطوله العربيه كان عندنا حافز وخدنا كاس مصر لما تعادلنا في نتيجه الترجي نتيجه بالنسبه لنا مش مرضيه. بس برضه انا بقول لك ان شاء الله يكون احنا كلنا متفائلين اللي احنا نعدي باذن الله. تتقاس الاحساس حضرتك ويمكن اثناء وجود الجماهير وبالشكل ده اكيد في بعض المواقف الصعبه برضه زي ما انت بتتكلم كده انت واجهت الجمهور ده احساس بقى يعني برضه نوصل للاعبين ده بيبقى احساسهم ايه من خلال طبعا كابتن ياسر والموقف اللي ممكن عاشه قبل كده؟ لا الاحساس ده هو احساس جميل. انت بتبص في تمرين بقى له فتره الجمهور مش موجود ما بيحضرش للفرقه التمرين فده برضه على فكره بيبقى بيدي حاجه حافز. البطوله اللي موجوده دي بطوله بالنسبه للاهلي بطوله محببه بطوله غايبه عننا بقى لها فتره. وخلي بالك احنا بنلعب في بطوله الابطال الدوري غير الكونفدراليه دي بطوله ودي بطوله. لكن انت النادي اهميه الجمهور ده لما يجي لك اعرف اللي هو المباراه بالنسبه له مهمه. على فكره اللي احنا نكمل او ما نكملش على فكره هي وصلت مع جمهور النادي المباراه دي احنا عايزين نكسبها المباراه دي احنا لازم نعدي منها مش دي الفرقه اللي هي تعطل النادي الاهلي. عشان انا اتفرجت على المباراه على فكره يعني فرقه الترجي كان وده اللي احنا ان شاء الله هنشوفه هناك. هم هو بيستحوذ بس بدون فعاليه في انا اتفرجت على المباراه بيستحوذ بدون فعاليه. الاخطاء كانت مننا احنا كلاعيبه ودي وارده في كره القدم. لكن هو كفرقه او كلاعيبه تقول لي مين اللي ممكن يقلق من فرقه الترجي او مين اللي ممكن انا شايف يعني هم بيستحوذوا على وسط الملعب بشكل كويس وده برضو غصب عننا. احنا بنلعب على ملعبنا وكنا من 40 وعايزين نجيب جون ونجيب الثاني عشان لازم لاعبي النادي الاهلي او يفكر مش انا ممكن اتعادل هنا 0-0 النتيجه بالنسبه لي كانت كويس واروح هناك اتعادل هناك 1-1 صعدت. يعني في حاجات الامور دي لازم لعبت النادي الاهلي توزنها شويه. صحيح. طبعا النتيجه ما فيش مشكله مش بقول لك كده ان انا بانب لعب لا بس طول ما انا 0-0 طول ما انا في الملعب طول ما انا كسبان برضو هنا 1-0 احسن ما انا ابقى متعادل 1-1 هنا في ملعبي. في نتائج كتير بتساعد. طيب النتيجه بيوصل 2-2 هي نتيجه انا بقول لك اهو نتيجه زي ما بلغه الكوره فيها غدر شويه مش لينا. هو اول مره الترجي يعملها مع النادي الاهلي على فكره كابتن في بالظبط. ما هو اول مره ما هو بقول لك هي مش هتتكرر ان شاء الله. بس هي بالنسبه لهم النتيجه تقلهم هم لسبب 2-2 هتلاقي التاريخ يرجع والعامل النفسي يرجع عندهم اللي انت في اي وقت انت ممكن تيجي في الدقيقه مثلا 89 هدف النادي الاهلي المباراه خلصت ان شاء الله. وده اللي ان شاء الله بنعمله وده اللي انا باذن الله حاسه باذن الله. بس انا عايز اقول لعبت النادي الاهلي طول ما هي 0-0 ما تبقاش هو هيعطل الوقت وهيعطل الجيم. يعني انت من رايك كابتن ياسر ان سيناريو المباراه اللي كابتن حسام انه ما يستعجلش؟ اه طبعا. حته التسجيل دي مش لا انت مش في صالحنا. احنا ممكن نجيب انت ممكن على فكره تجيب 1-0 الشوط الاولاني وتيجي تتعادل. المعنويات احنا نتمنى طبعا بس مش عايز احنا حتى لو احنا كسبانين واحد والفرقة الترجي اتعادلت برضه عندي اللي انا بص المباراه دي 90 دقيقه انا مش هاجي ان انا ابقى انا عايز اجيب اول هدف ويجي بعد كده تكر منه. لعيبه النادي الاهلي لازم رقم واحد
تركيزي طول المباراه، تركيزي العالي طول المباراه، من اول ما الحكم يصفر لغايه ما ينتهي. ليه؟ طول ما انا 0-0 انا متاكد ان شاء الله باذن الله لعبت النادي الاهلي هيبقى عندها اثر في الوقت اللي هو لعبت الترجي عايزه تتعادل، لعبت النادي الاهلي عندها اثر اللي تجيب مكسب او تجيب هدف في الوقت ده، هي هتبان واحنا قاعدين بنتفرج هنقول خلاص قربت. ليه قربت؟ علشان فرقه الترجي بتبقى في اخر ربع ساعه بتبقى عايزه تتعادل، توقع الجيم، تضيع الوقت، اللعيب يقع، الكره تطلع بره، هتلاقي الوقت ده اللي ان شاء الله النادي الاهلي ممكن يجيبه. ده احساسي واللي انا واللي اتكرر معانا واللي اتكرر مع اجيال تانية من النادي الاهلي شفناه وبصينا عليه. طب خاطر يعني هي جزئيه مهمه جدا، حته ان انت الاخطاء كلفتك هدفين هنا في مصر، انت مش محتاج اي اخطاء تاني هناك. يوصل ازاي النادي الاهلي للمرحله دي ان ما يبقاش فيه اخطاء وانتهاز للفرص طبعا اللي بتتاح له بشكل كبير ده. في كره القدم ما فيش حاجه اسمها ما فيش اخطاء، دي على الاقل ما انا بقول لك اه بس الاخطاء فين يا كابتن فاروق؟ يعني. لا الاخطاء اللي انا مش عايزها تبقى عندي، ممكن ابقى خطا في وسط الملعب، خطا من النواحي الهجوميه بتاعتي، لكن النواحي الدفاعيه كان ان شاء الله شريف اكرامي والاربعه اللي قدامه، لا مش يعني مش هيبقى فيها استحمال. ليه؟ إيه خلاص احنا دلوقتي مش هنكرر النتيجه دي، وقلت لك 2-2 دي يعني نتيجه بالنسبه لنا مش ما يعني ما فيش فيها تراضي بالنسبه لنا، نتيجه فيها اوجاع زي ما بيقول. لكن الاخطاء في الوقت ده اعتقد لازم، عشان كده برجع واقول لك تركيز لعبه النادي الاهلي لازم يبقى عالي قوي في مباراه كده. يا الله مش مستحيل كابتن عشان توصل للمرحله دي، انت عارف كلاعب كوره اه طبعا دي حاجه صعبه بترفع الضغط عشان يعني. طب بس عشان كده شريف والاربعه اللي قدامه دولت اساسيين، ومعاهم واحد ديفندر من اللي هيبقى موجود في وسط الملعب. الخمسه اللي موجودين دولت لازم يبقوا مأمنين تأمين كويس جدا في المباراه. ليه؟ علشان احنا الوقت كل تركيز لاعبتنا اللي احنا ازاي نكسب المباراه. لا قدر الله لو اي لعيب من اللعيبه دي تركيزه قل، او هو مش متواجد، او هو بعيد عن الجيم ومركز في الجمهور ومركز في الملعب ومركز مع الحكم ومركز، احنا مش عايزين نركز غير مع الكره اللي هنلعب بيها. صح كده. بس يعني حتى الحكم احنا مش عايزين ننزل نرمي ودي مش النادي الاهلي. مش هنيجي نقول الحكم لا، الحكم هيجي عليه، مفيش بالنسبه لنا مشكله. احنا لعبنا كابتن في الجزئيه دي وبالظلم ده في اوقات كتيره يعني. بالظبط. صحيح. طيب يعني كابتن تشكيل اللي ممكن كابتن حسام يفكر فيه، وده انا بتكلم طبعا مع كل ضيوفي على الجزئيه دي. في ناس كلامت كتير على ان التشكيل كان هنا لحد ما مش متوافق مع المباراه، محتاج خبرات، محتاج. كابتن ياسر من وجهه نظره كابتن حسام ممكن يكون تفكيره ازاي في مباراه الغد؟ بص انا اعتقد وده اللي وارد الكابتن حسام من بعد ماتش الترجي ما تعادلنا، اعتقد اللي هو احنا بنتكلم في استوديو قاعدين والدنيا كويسه احنا بالنسبه لنا ونقول وجهه نظرنا، هو الله يكون في عون المدير الفني اللي بيبقى، وخاصه في مباراه زي دي والموقف اللي احنا فيه يلعب ازاي؟ يعني الكابتن حسام من بدري في طبيعه لعبه بنلعب ب 4-2-3-1، ده الطبيعي اللي احنا بنلعب بيه. لكن المباراه دي اعتقد فيها تغيير وتغيير للشكل الهجومي. ليه؟ احنا بنقول بنامن وعايزين، لكن الفكر اللي هو عند كابتن حسام وده الاحساس بتاعي برضه لما اتكلم بيه، اللي هو يلعب باربعه ثابتين، هو طبعا شريف اكرامي هيلعب بالاربعه هم اللي هو سعد سمير ورامي ربيع واحمد فتحي وعلي معلول، مفيش تغيير. اللي انا شايفه واللي انا حاسس بيه ان كابتن حسام هيلعب بحسام عاشور وهيلعب قدام زي مثلث وقدامه صالح جمعه وعبد الله السعيد. ده تشكيل واعتقد يعني انت هل الملعب يستحمل وجود الاثنين من البدايه؟ يستحمل. انت بتتكلم عن تلعبة منتخب مصر تمام لعيبه، وعلى فكره انت هتتكلم في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، عبد الله السعيد وصالح جمعه بيدافعوا وبيهاجموا، لعيبه مميزه عندهم الناحيه الهجوميه والدفاعيه، وفي نفس الوقت بيلعبوا ليك بلاي ميكر. طيب وعندي اجاي وليد سليمان وعندي ازار، ده التشكيل اللي انا اعتقد بيه اللي هو اللي هو التشكيل الجاهز حاليا للعبه النادي الاهلي. هما كل الفرق عندنا طبعا اي حد هتلعبه، انا بقول لك اهو اي لعيب هتلعبه حتى لو هو بعيد عن الصوره هيلعب وهيأدي وهيموت نفسه، عارف في وقت كده من اوقات لعبه النادي الاهلي معدن لعبه النادي الاهلي. طب احمد شيخ مؤمن زكريا كابتن انت يعني لا يعني مؤمن بعيد بقاله فتره بسبب كان عنده اصابه، اعتقد وجوده في مباراه زي دي ومباراه صعبه، لا معايا ورقه معايا لعيب بره مع الماتش 90 دقيقه، لكن ما اعتقدش اللي يبتدي ما اعتقدش صعب. احمد الشيخ لا يعني احمد الشيخ انا مش انا كنت انا طالب منه اكتر من كده. يعني احمد الشيخ انا طالب منه اكتر من كده. كانت صعبه كابتن ان هو يشتغل عليها من يعني في تاني مباراه ليه بالنسبه لا بص يا كابتن فاروق، لاعب النادي الاهلي اللي يلعب في النادي الاهلي ما عندوش قلب وما عندوش روح
يعني يا احمد الشيخ انا مش مختلف فيه كلاعب كوره، من اللعيبه المهاريه، من اللعيبه اللي يعرف الجون من لعب، لكن لازم عندي حته اللي انت اكيد طبعا حسينا احنا لعيبه تراه تبقى موجوده، اللي هي اللي احنا بنقول لك بتزرع جوانا. ان كنت انت في نادي، احنا كنت في نادي المنصوره بتعادل ماتش واكسب ماتش واكسب والدنيا حلوه، لكن النادي الاهلي لن يقبل اللي هو يخسر، واللي الجمهور مش هيسيبك طول ما انت بره، حتى لو انت مشيت كويس وادائك كويس والنادي الاهلي بيخسر برضه هيلومك. فاحمد الشيخ شوف احمد فتحي كابتن بيبقى عامل ازاي في المباريات؟ ده نموذج، شفت نموذج. طبعا كل واحد وقدراته طبعا وقدراته، لكن احمد الشيخ اللي انا شايفه لا هو عنده اكتر من كده. لازم يبقى انا ادوس ليه فيهم. خلي بالك احمد الشيخ لازم يعرف انا مش النجم الاوحد في نادي الاهلي، انا عندي في المكان بتاعه سبع فيهم نفس بين وليد سليمان وبين عمرو بركات وبين ميدو جابر وبين وليد سليمان وبين تنعدو اجاي. احنا عندنا في المكان ده لعيبه كتير قوي على الاطراف، انا مش عايز انسى حد موجودين عندنا طبعا. فعشان كده الموضوع لابد هيبقى عارف الموضوع مش سهل، عشان تتحط في 11 في ال 11 لعيبه النادي الاهلي، يعتبر انت في 11 لعيبه منتخب مصر. فاحنا ان شاء الله موجود احمد الشيخ معايا، احمد الشيخ ممكن يبقى موجود معايا ينزل برضه يكسبني، لكن انا مش محفز ان احمد الشيخ يبتدي المباراه. ليه؟ برضه الاجواء اللي هو شاف احمد الشيخ، يعني نادي المقاصه نادي محترم ونادي كبير وكل حاجه، بس النادي اللي بيبقى ليه جماهيريا اللي لازم يعرف ان الضغط الجمهور بيبقى اقوى من الانديه اللي بيبقى فيها مفيش ضغط جمهور. بلعب براحتي، عشان كده هتلاقي كل الفرق اللي مالهاش ضغط جمهور ممكن تأدي قدام الفرق اللي لها جماهيريا تأدي بشكل كويس. ليه؟ مفيش ولا ضغط عصب ولا نفس ولا مطلوب منهم حاجه، ومش مطلوب منك تاخد بطوله، لكن النادي الاهلي مطلوب تاخد بطوله، مطلوب تاخد، ما ينفعش تعادل، ما ينفعش تخسر، ما ينفعش تكسب وادائك مش كويس. صحيح. في حاجات كتير قوي بتطلب من لعيبه النادي الاهلي، المنافسه اللي بين لعيبه النادي، ما دي ميزات جوه لعيبه النادي الاهلي، اللي انا بيني وبينك منافسه، بس منافسه محترمه، مستني كابتن فاروق وهو بيلعب وبقى انا في نفس مركزه بيلعب، بس انا مستني ان انت ايه في ماتش ما توفقش، في ماتش مش بتمنى، بس عشان انا ابقى موجود. صحيح. ودي روح النادي الاهلي. طيب كابتن، ممكن فريق الترجي لازم نعترف ان هو جاهز عن سنين فاتت، كان ممكن فريق الترجي بعيد عن مستواه مع فوز البنزرتي، مدرب مخضرم عارف الى حد ما، حتى لو هو ما لعبش بالشكل المطلوب بالنسبه لشكل الترجي هنا في مصر، لكن هما فريق قوي عنده مجموعه من اللاعبين المميزة اللي يقدر يستغل انصاف الفرص، يعني عنده هداف الفريق طه ياسين خنيسي 6 اهداف، عنده مجموعه من اللاعبين يقدر يشتغل عليهم في هذه المباراه. مخاوفك يا كابتن من فريق زي الترجي في ايه بالظبط امام الاهلي بكره؟ بص يا كابتن، لاحترام فرقه الترجي، خلي بالك النقط احنا اللي ساعدنا فرقه الترجي، وده طبيعي. فرقه على ملعبها هتلاقي الجمهور عندنا بيبقى برضه عايز النادي الاهلي اول ما ينزل المباراه زي ما جه مع عبد الله السعيد كده والهدف وتنال عايزين. فهو البنزرتي استغل الجزئيه دي قبل حتى وانا متاكد وهو في المحاضره وهو متوقع كده ان جمهور النادي الاهلي هيدخل هيبقى متحمس في لعبه النادي، احنا عايزين نمتص الحماس ده، فهو طلع في الحته دي احسن مننا، امتص فعلا حماس لعبه النادي الاهلي، امتص حماس الجمهور، امتص حاجات كتير اللي هو كان يقلقه. لكن هما كفرقه، لا ده فرقه الترجي التاريخ زي ما احنا بنتكلم عن النادي الاهلي والتاريخ، فرقه الترجي برضه لها تاريخ، فرقه من الفرق القويه في تونس زي الافريقي زي الصفاقسي، في فرق كتير في تونس لها اسم قوي منها الترجي طبعا. ففرقه الترجي لابد الحته اللي هي بتخوفني اللي احنا عندهم الاستحواذ ده كويس او ما بيزهقوش، يعني انا لما اتفرجت على الماتش اللي فات بيعرف يوصل برضه، عندهم الكور الثابته وما زلنا بنكررها والاستوديوهات كلها بتكررها، تقول لي ما احنا قاعدين انا او زمايلي في المكان ده برضه بنقول خلي بالكم يا جماعه الكور الثابته، وفعلا الجون اللي دخل فينا في المباراه الكره ثابته الهدفين بالظبط. ليه؟ الفرق اللي هي شمال افريقيا لابد طول ما انت في كره ثابته تركيز مش طبيعي. ليه؟ في اي وقت الكره الثابته هم متفوقين فيه، وده برضو هتدخل برضو على العامل النفسي زي ما احنا بنقول احنا بنشتغل على العامل النفسي معاهم، اللي احنا في مباراه ابو تريكه ومباراه كتير وسيد عبد الحفيظ وفي مباراه خرجنا كسبناهم فيها، هم برضو عندهم دي، يقول لك خلي بالك فرق مصر او فرق النادي الاهلي برضو عندهم الاحساس اللي احنا نجيب كره ثابته، وعشان كده هتلاقي الكره الثابته بيبقوا محظوظين فيه. صحيح. اللي بيتقال سبحان الله. لكن احنا عايزين لعيبه الكوره النادي الاهلي عندهم حاجتين لابد، التركيز العالي قوي، الكور الثابته طول ال 90 دقيقه وطول شوطين المباراه. غير كده
انا مش شايف الفرقه هناك، ما فيش حاجه قلقتني في المباراه هنا، بس ممكن هناك الوضع يختلف. ايه رايك في الحاله البدنيه بتاعتهم يا كابتن؟ يمكن احنا شفنا في اخر تلت ساعه واو بشكل كبير. يعني الحاله البدنيه انت ممكن تستغلها بشكل كبير في المباراه دي. ساشا كابتن فاروق برضه هو كان بيلعب تحت ضغط هنا عصبي. يعني خلي بالك اللي هو بيلعب هنا في وسط في عارف المباراه مش سهله مع النادي الاهلي بطل افريقيا واخد دوري واخد كاس وفي الفرق اللي مسمعه كويسه قوي في افريقيا، فطبيعي مع الجمهور مع الملعب الحاجات دي كلها خلي بالك برضه كانت برضه عامله له ضغط عصبي ونفسي على في نفس الوقت. لكن هو 90 اخر 10 دقايق وربع ساعه هو مش موضوع بدني، هو ده عارف لما انت تبقى مركز تركيز عالي قوي 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 بتيجي برضه على جسمك البدني والنفس وحاجات كتير قوي، فهي عملت كده. جه اخر ربع ساعه بدني، الربع ساعه انت تشوفها ده انت تشوف الترجي بقى في وسط جمهوره في وسط في ملعبها في وسط هنشوفه اشرس يا كابتن اكيد وطبيعي. اللي هو قلقان قلقان من النتيجه، انا قلت لك النتيجه دي في الطبيعي اللي هي في صالحه 2-2. هو مش هيلعب على التعادل يا كابتن فاروق، مستحيل. انا بقول لك فريق الترجي هيلعب على التعادل. يهاجمك؟ هيهاجم. اصل في اراء بتقول ان فوزي بنزرتي عارف قدره النادي الاهلي فممكن يسيبك تلعب انت وتهاجمه ويبتدي يشتغل عليك كونتر اتاك زي يعني برضه هيهاجمك. ما هو بص الهجوم اشكاله متنوعه ومتنوعه. لو فضل بيدافع خلاص على فكره ومتنوع، ممكن العب هجمه مرتده، ممكن اخليك انت اللي تهاجم وانت اجيب اصحابك كده بلغط الكره عندي وانا اللي اقدر العب انا عليك الكونتر اتاك واقدر اعمل عليك شغل. كل واحد وليه فكره. لكن هو في الاول وفي الاخر هيضغط هيلعب على الهجمه المرتده، هيلعب عنده كل واحد وليه فكره. هو مش هيطلع يقول لك انا هلعب بطريقه وتكتيك هو بيحتفظ بيه. لكن توقع اللي هو مش المباراه دي مش هتطلع تعادل، المباراه تطلع ايجابيه لايا كان من الفرقتين. اتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي النتيجه تبقى في صالحه ان شاء الله. خلينا نبص على سيناريو كده كابتن ياسر. اهلي احرز هدف في الشوط الاول، ايه اللي المفروض بقى كابتن حسام يبتدي يشتغل عليه في بعد مثلا تحقيق هدف مثلا في بدايه اللقاء؟ انا هقول لك في بدايه اللقاء واخر ربع ساعه مثلا النادي الاهلي يعني هنا او هنا. بص اللي انا قلت لك ان انت تكسب تجيب تحرز هدف اول المباراه او اول الشوط الاولاني، ما هو ده اللي بقول لك هتدخل على نقطه التركيز العالي. لو انا بقى جبت جون وما هقعد امن وادافع هتخسر. ليه؟ طبيعي هتدافع 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 قد ايه؟ 45 دقيقه مش مستحيل هتيجي في جون هيجي مع الوقت مع اللي هم انت بتدافع. لكن انا كل ما انا بلعب انا ايه المانع ان انا اجيب جون وامن دفاعاته والعب على الهجمه المرتده برضه؟ ايه المشكله؟ انا ككابتن حسام البدري او كجهاز فني اكيد برضه هو السيناريو دي محطوطه قدامه، لكن ايه المانع ان انا العب على الهجمه المرتده بعد ما اجي محرز هدف؟ ايه المانع ان انا العب بطريقه اللي هي في نفس الوقت الطريقه مش هغير من الشكل اللي كده كده احنا ثابتين ورا تمام بالشكل بتاعنا الاربعه اللي ورا مش هينفع نغير تمام الا لا قدر الله حصل حاجه من اللعيبه. لكن عندي وسائل كتير قوي واكيد يعني هو كمدير فني الله يكون في عونه ده احنا قاعدين وبنقول لو كاسبين 1-0 احنا قعدنا ممكن نتكلم في 10 سيناريوهات. هو هتلاقي كل دقيقه عنده سيناريو صحيح. كل دقيقه في المباراه وكل ده تلاقيه التوتر طبعا بيزيد معاك كمدير فني كسبان ومتوتر. ليه؟ برضو قلقان، ممكن يتعادل، ممكن ماتش القاهره، كل حاجه ورد. لكن احنا نتمنى النادي الاهلي لما يجيب جون يا كابتن فاروق في ماتش زي ده صعب يجي فيه جون وصعب يتعادل. يعني انا قلت لك الماتش اللي فات صعب يتكرر. احنا في ماتش لو اذا ربنا اكرم ان شاء الله وجبنا هدف انا بفكرك برضو ان شاء الله باذن الله صعب يدخل فينا هدف. ليه؟ التركيز لعبت النادي الاهلي مع الحماس مع الروح مع اللي على فكره في مواقف كمان في لعبت النادي الاهلي واحنا مررنا بيها. العب ال 45 دقيقه واعمل اللي عليك وارفع ايدك قول انا تعبت خلاص مدير فني. والله حصلت معانا في مباراه من المباريات الرجاء في المغرب. قال لك اللي ينزل الملعب ويتعب يرفع ايده. انا بعد 45 دقيقه مع الضغط ومع الملعب مليان بين الشوطين طلبت تغيير خلاص تغيير زميلي يقدر يكمل صح زميلي يقدر يكمل انا ما انا ممكن انزل اكمل بس مش هدي اللي هفيد في فرقتي. ودي الامانه اللي لازم يبقى بين اللعيبه. اللعيبه عمل مجهود جامد وحس ان مش هيقدر يكمل، انا عندي البديل بدل ما انا ابقى في الملعب وبضر فرقتي لا انا اقعد على الدكه ينزل لعيب تاني يفيد فرقتي. صحيح. وده لعيبه النادي الاهلي. عشان كده المباراه ده اللي يلعب ويعمل مجهود وهو حاسس ان مش هيقدر يرفع. انا عندي ثلاث تغييرات. لكن انا هلعب واعمل اللي انا روح على الفريق وعايز ابقى موجود. انا بالعكس انا جبت خلاص اخري
فطالما انا جبت اخر مش ده اخر البدني انا في الوقت ده خلاص كل واحد وله مقدار. قعدت النادي الاهلي اللي يتعب في المباراه زي مباراه ان شاء الله بكره دي يرفع ايده للكابتن حسام او ايه المشكله؟ طب بالعكس انا كابتن ده خلاص انا مش قادر بس هو حاسس ان انا عملت مجهود جامد ممكن يقول طب يا ياسر 10 دقايق كمان اديني ربع ساعه كويس وانا هعمل تغيير خلاص ما فيش مشكله هقدر العب ربع ساعه عشان التغيير ده ممكن يفيد فرقتي. صحيح. الوقت يا كابتن عامه في صالح مين بكره؟ الوقت الوقت ومروره. بص الوقت على الورق ما فيش شك فرقه الترجي لكن الوقت في صالحنا احنا. ليه؟ فرقه الترجي طبيعي على ملعبها هو برضه قلقان. ليه؟ بيلعب النادي الاهلي النتيجه اللي هنا برضه هو نتيجه بالنسبه لهم فيها تقلقه هو. ريسك بالنسبه له. طبعا ريسك هو هي نتيجه بالنسبه له انا قلت لك على الورق كويسه قوي. 2-2 عندي انا عندي حاجتين اقدر اعمله اقدر اتعادل مع النادي الاهلي 0-0 اقدر اتعادل مع النادي الاهلي 1-1 واقدر اكسب الاهلي. صحيح. ده بالنسبه لي صحيح. كويس لكن هنزل في ارض الملعب ممكن الثلاثه دولت ما يبقوش معايا النادي الاهلي ممكن يحرز هدف غير تغييراته كلها هبقى عايز اتعادل بس عشان اوصل للهدف بتاعي تاني. فطول ما انا كسبان انا كنادي اهلي هو هيبقى في القلق على طول. لكن النتيجه في صالحنا انا مش بقول كده ان انا برفع من روح معنويتنا والله انا اتكلم هو حته كمان الهدوء يا كابتن انت يعني عشان جمهورنا ما يقلقش برضو الدنيا لو الامور ماشيه 0-0 يعني اعتقد انها ماشيه في صالحك لان انت في اخر لحظه زي تجربه صفاقسي مثلا مع النادي الاهلي في نهائي افريقيا بالظبط لو نتذكرها كابتن ياسر بالظبط فهي دي النقطه اللي عايزين نوصلها واللي لازم كمان توصل للعيبه لا احنا لازم عدم التسرع دي لا ولازم في نقطه ثانيه لازم برضو نعرف الجمهور النادي الاهلي بيه دي بطوله ورد اللي انا اكمل فيها ورد اللي انا اطلع بس احنا اللعيب بتاع النادي الاهلي لما بيعمل اللي عليه وعشان احنا خلي بالك احنا مش هننتهي من البطولات احنا مش معنى كده ما وفقناش في بطوله نقوم عندنا بطوله الدوري نقوم واقعين بقى وبطوله الكاس لا ما ينفعش النادي الاهلي احنا كل بطوله بناخد لازم نبقى احنا برضو عندنا زي ما احنا بنتكلم في الامل والناس بتتفرج علينا بتسمعنا كابتن ياسر والكابتن فاروق بيطلعوا هنكسب بكره يطلعوا تاني يوم يفوجئوا بحاجه تانية لا وارده في كره القدم اللي نكسب وارده في كره القدم اللي نخسر وارد اللي ناخد بطوله وبرضه وارد ما اخدش بطوله فمش معنى كده بريح الجمهور لا بس احنا لعبتنا ونادينا وفرقتنا احنا مش عايزين اذا احنا كسبنا وعدينا المباراه نقول لهم مبروك وان شاء الله وده الطبيعي لعبت النادي ده ما وفقناش خلاص اقلب صفحه البطوله وعندنا صفحه الدوري ان شاء الله طيب تحكيم يا كابتن بقى بتشوفه برضه ازاي بقى الكلام كان كتير على التحكيم هو التحكيم انت في افريقيا التحكيم عندنا في الدوري وفي افريقيا خلاص يعني انا عن نفسي تعبت والله بجد من التحكيم يعني يعني انت اتفرجت على مباراه الطلائع يعني ده نموذج انت بتتكلم عن نموذج الافريقي انا بكلمك عن النموذج الاولاني اللي عندنا يعني انت لو جينا نعاتب التحكيم الافريقي هقول لك روح اعدل التحكيم في بلدك الاول وابقى تعالى بعد كده المهم طبيعي يعني هي مش هتتقال بس كلام لكن التحكيم اللي انا بشوفه يعني حكم زي المباراه الترجي هنا لا بعيد اللي حكم يحكم مباراه يعتبر شبه نهائي نهائي مبكر اللي هو حكم زي ده لا مش كده مش على قد المسؤوليه يديني انا مش طالب اللي هو يديني انا عايز حقي ويدي حق الفرقه المنافسه طبعا يدي المنافس بس بالشكل ده الحكم كور كتير قوي في الملعب واضحه خالص وانا سمعته قبل كده حتى الكابتن شطه طلع عمل مداخله في قناه النادي الاهلي بخصوص الحكم القاضي بخصوص الحكم هو نفسه كان يعني هو ما شغال في الاتحاد الافريقي مش بصفه كراجل في النادي الاهلي بصفه الراجل قال لك انا اول مره اشوف حكم بالشكل ده طب ما احنا برضو بنقول كده انت هيجي برضو وفي على فكره ماتش خلي بالك في تونس في حكم برضو قبل كده او اعتقد الكره اللي جت بالايد وده واتحسبت برضو ماتش من الماتشات المفروض احنا فين احنا سنة 2017 يعني المفروض التحكيم في افريقيا ده كان زمان كنا نبقى شايلين هم ولكن المفروض حكام عايزه تلعب في كاس عالم حكام عايزه تلعب في نهائيات افريقيا او بطولات امم افريقيه ما بتيجي بتاخد من ده لكن حكم يحكم زي مباراه ده ضيعني بطوله ومجهود فرقه كامله ومجهود لعيبه ومجهود نادي ومجهود اداره ومجهود يضيع كده بسهوله لا انا بتفرج على الحكام اللي بشوفها في اوروبا في اخطاء بتحصل بس مش بالشكل ده وبتبقى يعني زي ما بيقولوا غير مقصود لكن انا ابقى متعمد هو النادي الاهلي حاجه تانية فما اتفرج على ماتشات برشلونه لسه وانا بتفرج على ماتشات قريبه برضو فرقه ما بتعاطفوش مع لو انت برشلونه كسبان فرقه صغيره 6 وجالهم ضربتين جزاء هيحسب له ضربتين جزاء احنا عندنا يقول لك لا 6-0 انت عايز ايه تاني؟ كفايه عليك كده مش كده انا مالي دي امكانيات فرقه دي امكانيات انا
كنادي انا هجيب فرقه بكسبها 4-5 بالشكل ده النهارده. حكم مولين مباراه المولين يا كابتن، حكم ضربتين جزاء، ايه المشكله؟ صحيح. وفعلا ضربتين جزاء، حكم بصراحه موقف اللي هو الغندور بالظبط، بصراحه موقف صح. لكن احنا حسب ضربه جزاء نقول لا مش هنحسب الثانيه، ودي على فكره كانت بتحصل موجوده في الدوري كانت بتحصل. خلاص ليه حق ضربتين جزاء ما ياخد ضربتين جزاء؟ فرقه كسبانه 10-0 وتقدر تدوس في الفرقه اللي قدامها 12، ايه مش ما هي الكوره كده. طب تخدتني كده على الدوري النهارده كابتن، مباراه النهارده ايه رايك فيها؟ خصوصا يعني بدايه طنطا النهارده بتعلم من اخطاء الموسم السابق وشغال بشكل جيد جدا. بص الدوري صعب كل مدى والله يا كابتن فاروق، كل مدى الدوري المصري بقى صعب. يعني انا بتفرج على، تابعت مباراه طنطا، تابعت مباراه المقاولين، جزء من مباراه الزمالك والمصري. لا الماتشات مش سهله. والدليل اللي انت اللي احنا مع النادي الاهلي اول مباراه ان احنا تعادلنا المباراه. صحيح. يعني سوء تحكيم وكل حاجه، وده برضو اللي انا بلوم عليه الكره المصريه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، الطريقه اللي احنا بنقول لك الفرقه بتدافع. نفسي كده الاقي يعني انا بقول لك على حاجه، فرقه النصر والله فرقه بحترمها اللي هو بالكابتن سيد عيد، فرقه النصر بيلعب اي فرقه بالشكل بتاعه ما بيغيرش، وبيلعب بطريقه هجوميه، بيلعب الاهلي زي بيلعب اقل فرقه في الدوري. ده انا عايز كده، عايز نتفرج على كوره. يعني انت لما تلعب النهارده تتفرج على طنطا ووادي دجله 3-1، لا المباراه يعني عارف مفتوحه من الشوط الاول اصلا يا كابتن، ده طنطا كانت المفروض يعني بس جه مفتوح هنا وهنا كوره بين ميدو وبين خالد عيد. خالد عيد الصراحه يعني يا كابتن، بص يا كابتن، بص على اي مدير فني حسب ما هو كان بيلعب. انت حتى في يوم من الايام لو انت ماسك فرقه هتلاقيك انت كمحمد فاروق بتعتمد على الناحيه الهجوميه. ليه؟ انت كان طباعك وانت بتلعب بتحب الكره الهجوميه. لو انت بتلعب وانت زمان بتدافع، يعني احمد سامي اللي ماسك الطلعه لو انت فاكره وكان موجود معانا، كان باك ليفت. الناحيه الدفاعيه عنده هتلاقيه مركز عليها قوي. خالد عيد هتلاقي النواحي الهجوميه عنده كويسه قوي. ميدو هتلاقي النواحي الهجوميه عنده كويس. كل مدرب بتبص عليه بص على السمات وهو بيلعب. هتعرف. انا عن نفسي ما اجي احب امسك فرقه بحب الكره تبقى سريعه وجري، يعني يبقى في كوره لعيبه زيك كده. والله انا بحب كده. انا مش عايز الريتم يبقى بطيء. انا عايز لعبي كان كده. صح. انت برضو انت ما تيجي تمسك فرقه تلاقي مركز اللي انت تهتم بالكروسات والفراوده الطرق، هتلاقي كل واحد بيميل. لكن الدوري ماتشات بدايه كويسه للفرق كلها. اتوقع ان كانت وادي دجله النهارده النتيجه كابتن في طنطا صعبه. في طنطا، في ملعب طنطا، والملعب بالذات يعني ملعب صغير. لا برضه بيبقى اللاعب بيبقى عارف المساحات بتاعته كويسه، وفرقه طنطا حافظه الملعب ده كويس قوي. عشان كده اي فرقه بتروح هناك بيبقى المباراه عليهم صعبه هناك. اي فرقه بتروح في طنطا صعب، يعني انت ممكن تتعادل في طنطا لكن عشان تكسب بتبقى صعب، يعني ما بيبقاش سهل. المقاولين يا كابتن والاتحاد، الاتحاد كان متقدم وبرضه نفس الوضع والاثاره نفسه كان في لا بص المباراة. فرقه المقاولين من الفرق المحترمه طول عمرها، التاريخ بتاعها بيقول كده. وفرقة الاتحاد الاثنين هتبص هتلاقي يعني الاثنين احترموا بعض، كابتن محمد عودة وكابتن هاني رمزي اثنين مدربين احترموا بعض، سواء احترموا الفرقتين. اتفرجنا على النهارده على شوط الاتحاد بيجيب جون ويرجع المقاولين يتعادل، ويرجع الاتحاد يجيب جون ثاني ويرجع المقاولين يتعادل، وفي الاخر المقاولين يكسب. ليه؟ هي الكوره ده جيم مفتوح برضه مع الفرقتين. الجيم بيساعدك اللعيبه، حتى امكانيات اللعيبه سواء في الاتحاد او في المولين النهارده كانوا بيلعبوا كره الهجوم الفرقتين. صحيح. الفرقتين كانوا بيلعبوا جيم مفتوح. ده اللي انا عايزه. لكن المشكله عارف ايه بقى؟ هو الفرقتين بيلعبوا جيم مفتوح، خلي فرقه من الاثنين تلعب بقى الاهلي. الجيم اتقفل. يقول لك يا عم انا عايز من الاهلي بونت. انا وده اللي حقيقي، يقول لك انا مش عايز ولا اذا لا قدر الله خسرت اخسر 1-0. ابدا كوره. يعني انت دلوقتي الجيم مفتوح ومباراه جميله، اجي العب الاهلي خلاص السيستم بتاعه اتغير كله. فخلي بالك ده المشكله اللي بتقابلنا. لكن لو الفرق احترمت النادي الاهلي وتلعب بالشكل وتهاجم النادي الاهلي. صحيح. عشان النادي الاهلي كله، الاهلي والزمالك والاسماعيلي، في فرق اصلا والمصري في فرق بطبيعتها بتهاجم. هي كده. لكن هو الفرق ايه ايه مشكلتنا في الدوري بقالنا سنين شغالين؟ ايه بقى كده؟ فرقتين ثلاثه بينافسوا على الدوري، او فرقه واثنين، وفرقتين ثلاثه عايزين يدخلوا في المربع الذهبي عشان يكون فيدراليه، والباقي بيقول لك انا عايز اعمل في الامان، والباقي بيدور على اللي يقعد في الدوري. ده الدوري المصري وطول عمره كده. بس النهارده برضه شفنا كابتن مباراه المصري والزمالك، يمكن ما هو انت بتتكلم على فرقتين كبار. لا اسلام ابو سليمه بيحرز هدف والامور بتبقى صعبه على نادي الزمالك، لكن رجع نادي الزمالك. فرقتين كبار، فرقتين كبار. ما احسن خلي بالك الافراد اللي جوه نادي الزمالك يعني لسه برضه مش تقلان فيهم، هم لعيبه كويسه
بس برضو حته الانتماء. انا جايب لعيب، انا على فكره اعتقد اللعيبه 90% من الموجودين في نادي الزمالك كلهم اغلبيتهم اعتقد جداد يعني. جداد يا كابتن. لكن مش معنى كده انا بقول لك لا، الانتماء اللي ما بيبقاش كده من فراغ، الانتماء عشان يبقى متواجد هيقعد فتره طويله. لكن المباراه انت بتتكلم على فرقتين سواء الزمالك او المصري، فرقتين كبار، فانت هتشوف كوره بحجم فرقتين لهم تاريخ كويس قوي في الدوري. فرقه المصري عايزه تكسب وكانت كسبانه، والزمالك طبيعي اللي هو عايز يتعادل ويكسب. صحيح يا كابتن، صحيح. طيب خلينا نرجع بقى لافريقيا تاني يا كابتن. المواقف الصعبه اللي انتم كابتن ياسر واجهها في هذه البطولات، يعني احنا قابلنا سواء بطوله افريقيه او بطوله عربيه، يعني الموقف اللي انا بقول لك عليه ده كابتن فاروق، اللي انا رفعت ايدي في ممكن مباراه الرجاء المغربي اللي هو الكابتن هادي والكابتن سمير كمونه احرزوا فيها هدفين في اخر دقيقتين، كنا لابد على فكره كانت قبل المحاضره، كان اعتقد كان معانا سوبل او هولمان اعتقد، يعني حد منهم مش متذكر بالظبط مين اللي كان موجود. المحاضره على فكره في اليوم اللي هو عمل فيه الماتش ده، احنا لا ما عندكش غير لازم تكسب الرجاء في المغرب، ما ينفعش التعادل كمان مش في صالحنا، فلازم الرجاء او احنا فرقه مننا تكسب عشان تاخد البطوله. فجينا في المحاضره، يمكن الخواجه في الوقت ده المحاضره خمس دقائق، كلنا جمعنا زي ما انت بدات كده الحلقه، اللعيبه الكبيره اتجمعنا كلنا، كبيره كانت موجوده جمعنا، قلنا المباراه دي مباراتنا، ما ينفعش نرجع مصر من غير من الاحترام للرجاء وفرقه المغرب. الاستاد الرباط ده مليان جمهور بيشجع الرجاء، وانت عارف شعبيه الرجاء في المغرب. نزلنا ادينا كل، مش عايز اقول لك اللي كانوا عند دكه الاحتياط، ما فيش حد مش عايز ينزل. والله ما ناسيها، ما فيش واحد من يعني لدرجه الكابتن رضا عبد العال موجود في المباراه يعني بص بيتحايل على الكابتن احمد الله يرحمه اللي هو عايز ينزل ويبقى موجود، كل واحد عايز يشارك، هو ده روح النادي الاهلي. صح كده. فعشان كده من المواقف اللي على طول متذكرها المواقف اللي هي بيبقى فيها حاجه مصيريه، فيها بطوله، فيها ما ينفعش احنا نيجي نقول انا هلعب، لو انا مصاب اقول انا مصاب، انا سليم 100% في اليوم ده بيبقى مهم. فليه بقى ما ينفعش انا انزل واخسر تغيير؟ ممكن العب وانا مش سليم 100%، النادي الاهلي يخسر تغيير، انا خسرت فرقتي. وفي ناس بيبقى الضغط العصبي والنفسي عليها مش هتقدر، يبقى انا المفروض ادخل المدير في حاجات كده اقدر استحملها واقدر اسمع انا. صحيح. كمدير فني. لكن انا انزل ابقى الكره هربانه مني ومركز مع الجمهور ومركز مع الحكم كل ده في ماتشات زي دي هتبقى صعب. صعب. ايه بطولات بتبقى فيهم ماتشات مصيريه، لازم انا من جوايا امين مع نفسي. صح يا كابتن. رسائل بقى للجهاز الفني يا كابتن اخيرا وللاعبين يا كابتن ياسر، ممكن تقولها النهارده قبل اليوم كده ونصحى ان شاء الله بكره يوم جميل بالنسبه لي. لو اقول لك على حاجه بتكلم الاول بامانه، احنا بتكلم كاداره نادي الاهلي، كاداره مجلس اداره، الناس برضو كانت موفره كل حاجه للجهاز الفني واللعبه، وده فعلا اللي حققوه في الدوري والكاس الحمد لله. الجهاز الفني عمل انجاز لنفسه بصراحه، ودولت من اولاد النادي الاهلي بقياده الكابتن حسام البدري والجهاز المعاون معاه بالكامل، عملوا العلوم الحمد لله سواء في البطوله اللي احنا متواجدين فيها، ما زلنا واخدين دوري واخدين كاس من اقل فرقه زي في الدوري، يعني اعتقد احنا ما خسرناش ولا مباراه في الدوري وماشيين في الكاس، خدنا كاس، عملوا انجازات. فانا بقول لك والكوره فيها مكسب وخساره، انت عملت اللي عليك وحققت الهدف اللي انت عايزه، اللي انت تروح المباراه بكره مش ما تاخدش الامور اللي انا طبعا انا عارف اهميه المباراه بالنسبه لكم، لكن في الاول وفي الاخر الكوره واحنا الناس بتوع كوره، وارد اللي نكسب وارد اللي نخسر، اذا انا كسبت بقول لك مبروك ويبقى انت خليت شعب مصر كله يفرح، ولا قدر الله انت ما وفقتش برضه عملنا اللي علينا، ودي سنه الحاف الكوره ان شاء الله. اللعيبه المسؤوليه عندك الكبيره، ان كنت انا بدي بفخم في الاداره وفي في الجهاز الفني، برضه اللعيبه اللي عملت معايا طول السنه برضه جابت لي دوري وجابت لي كاس وعملت لي انجازات كتير، انا بقول لهم انتوا في ايديكم اللي تفرحوا الشعب المصري كله. صحيح. ليه؟ الحاجه الوحيده اللي بتفرح الفتره الاخيره هو النادي الاهلي اللي بيفرح جمهور مصر. فاتمنى ان شاء الله برضه اللي انا اللي بتطبق على الجهاز الفني بتطبق عليكم، عملت اللي عليك، بس مش معنى كده ان لا لازم الجمهور يحس ان انت طلعت البطوله، ودي وانا متاكد من دي تماما، اللي انت عشان فرقه الترجي تعدل الماتش ده يعني هتبقى تعبت قوي 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 قوي. صحيح. عشان النادي الاهلي سد كبير قوي مانع. طبعا. طبعا.
طبعا. عشان كده ان شاء الله انا متوقع باذن الله النادي الاهلي تبقى عملت اللي عليك كمان يا كابتن. بالظبط ان شاء الله. شكرا كابتن ياسر. شكرا كابتن فاروق. شكرا كابتن. يا رب كل التوفيق لفريقنا، ما عندناش حاجه غير ان احنا نتمنى التوفيق والدعاء حتى مباراه الغد بامر الله. عندنا امل وثقه في الجهاز الفني واللاعبين، كل واحد بيعمل دوره سواء بقى بره الملعب او داخل الملعب. ان شاء الله دور اللاعبين مهم، وزي ما كابتن ياسر بيتكلم كده وضيوفنا اتكلموا ان الدور الاهم في المباراه هو دور اللاعبين وحماسهم واصرارهم وتركيزهم في المباراه، هو اللي يأهلك للفوز بالمباراه. ان شاء الله كامل التوفيق. نتمنى طبعا بكره ان شاء الله في تغطيه من قناه الاهلي لهذه المباراه، بكره ان شاء الله كده يبقى صباح اهلاوي ويوم اهلاوي جميل نتمناه ان شاء الله. عشان كده بقول لكم اصبحوا على صباح اهلاوي بامر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.